صعبان عليا نفسي قوي. امال انا اقول ايه؟ اقسم بالله انا ما مصدق. معقول البقسماط يوصل للسعر ده؟ بقسماط؟ مغليش؟ انت ابني كبير يا ابني. يخرب بيتك. بقول لك ماليش نفس اعيش، ماليش نفس اكل، ماليش نفس اعمل اي حاجه اصلا. انت بتاكل اهو. بقول لك ايه؟ تفتكر امك شافت الماتش؟ مصر كلها شافت الماتش. ده انا استنى عندك انت وهو. انتوا هتفضلوا تافهين وعيال صغيره كده لحد امتى؟ انا تعبت منكم، زهقت، قرفت. وانت ايه اللي انت عامله في وشك ده؟ انا اصل اتحاد الكوره كان جايب حكم مكسيكي واعتذر في اخر لحظه، فانا انقذت الموقف. اتحاد الكوره وقفك وانت جاي تترمي هنا وتستخبى. انا ليا مين غيرك يا اختي يا حبيبتي يا توأم روحي؟ يلا تعالوا ساعدوني. ده ايه ده، فوزير دي ولا ايه؟ لا ده مسلسل اطفال تبع صوت القاهره. حسن اوعى حد يدوس على ديل. عارفين عارفين حافظين. حاسب على ديل امك يا وليد. يلا يا ولاد بقى خلصوني وشيلوا البتاع ده، عايز ادخل الحمام بقالي ساعتين. ساعتين؟ طب حاسبي بقى انت نايل لقيت شغل ولا لا؟ إيه ما انا قدمت على كارد واترفض. كارد المكعبات يا ابن الهبله. اسوأ حاجه، اسوأ حاجه لما خنجر الاحباط يجي من اقرب الناس ليك. انتوا طايروا معايا كده ليه؟ وليد! اتكلم مع امك بقى ادعب يا ولد! الله الله! لما بتتكلم معاها كده وخالك موجود، امال في غياب بتعمل ايه؟ خد يا تعالى. ايه عايز ايه؟ تعالى اصل ما كنتش سامع بتقول ايه؟ يا اخي انا مش عارف امي بتلومني انا ليه؟ المفروض تلوم على البلد. عندك حق فعلا، هي البلد دي كده يا اخي، ما بتقفش جنب الفشل. يعني واحد محترم فاشل زيك كده قعد 15 سنة على ما نجح في الكلية، ازاي البلد ما تقفش جنبك؟ أنا مش فاهم يعني. أمال عايزين نعمل إيه يا أخويا؟ أنجح كده من أول مرة؟ كده؟ تلاهي تلاهي، ركز أنت في المكعبات بتاعتك. بس يلا أنت يا أبو صفارة وشورت، أنت بتعمل إيه أنت؟ تصبح على خير. استنى استنى أخلصها أهي، أخلصها استنى. شوف يا وليد، أنا مش لسه موقوف النهاردة؟ بس أنا النهاردة سعيت ودورت واشتغلت على حلمي. النهاردة؟ أنا بقيت شاعر غنائي. ما شاء الله، غنائي؟ اسمع دي، كاتب حاجة كده بتقول إيه؟ وأنا وياي بعيش زي المليونيرات وأحلم وأحلم وأنا معيش. ملعنش الأزمات. يا ابن اللعيبة، ده إحنا نفس التفكير. أهو بص، ملعنش الأزمات أهي كاتبها. طبعًا يا ابن أمال أنا هيبقى على الفاضي. مجنون! وجناني ده ايه؟ يا اخي انا عايز اضربك بحاجه. لا 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 لا، وحياة ابوك يا وليد، وحياة ابوك. لا والنبي والنبي يا ابني. عبيط يا ابني، على اساس ان انا افغاني يعني؟ مش عارف الاغنيه دي ليه هتتسرق؟ ما اتسرقتش؟ خدها مدحت؟ فرمل يلا فرمل. ازاي ايه اعمل ايه؟ فرمل يا ابني. دوست على ايه؟ انا ما فرملتش. شديت فرامل اليد. ايه فرامل اليد دي؟ اهي وحياه امك، دي اسمها فرامل اليد؟ ده انا فاكرها اللي بتفتح الشنطه، وبعدين كل ما اعملها الشنطه ما تفتحش. ده انا كنت رايح اصلحها. بقول لك ايه؟ النسر ده لازمك في حاجه؟ والله العظيم ثلاثه هيتقبض علينا باللي احنا لابسينه. اقعد ساكت. ايه؟ طبعا انا مش محتاج اقول لك ان احنا عشان حضرتك الاختلاف شكلك رامي الطعام. حضرتك يا يا خوانا ما حدش يلمس حاجه، هنبلغ البوليس. سيبوه لي سيبوه لي، خش هاتوه لي. تعالى، هو يتحرش يا سيره. لا يا باشا، قول لا يا باشا، اوعدني انك هتتغير. والله يا باشا خلاص، مش اوعدني انك هتتغير. والله يا باشا هعمل حاجه ثانيه يا باشا. لا ما حسيتهاش من قلبي. والله يا باشا اقسم بالله هعمل حاجه ثانيه يا باشا. والله يا باشا هعمل حاجه ثانيه يا باشا. وليد وحماده قفشه الاثنين شفتهم في حياتي ظباط. هيثم راضي يخرب بيتك زي ما انت يلا، بس انا برضو عرفتك رغم اللي انت لابسه ده. ايه يا عم انت شايفني ملطق؟ ايه ده يعني انت مش متنكر كده؟
يا طارق ازيك؟ ازيك يا وليد؟ معقولة؟ هو ده وليد جمال؟ أنا مش مصدقة اللي أنا شايفاه ده. هاي هاي أهلا. إحنا نعرف بعض؟ يعني أنا ريم. ريم؟ ريم ريم سوري يا ريم مش فاكرك خالص والله. ريم ازيك يا ريم؟ عامله ايه ريم المدرسه ازيك يا ريم اخبارك ايه؟ بس ما شاء الله انت يعني طول عمرك حلوه طبعا بس يعني حلاوتي زياده. ميرسي. ازيك يا حماده؟ ازيك يا ريم عامله ايه؟ هاي حماده ايه ده تعمل لا انشانتي. هو انا مبسوطه ان انا شفتك بس انشانتي دي ممكن نشتغل عليها شويه؟ لا الفتره اللي جايه نشتغل عليها طبعا. جدا شايف برضه. بس انا مستغرب جدا انتوا ليه لابسين عادي النهارده؟ عادي يعني اكيد مش هنروح نشوف صحابنا لابسين فستان سواري. لا يعني خروجه كاجوال وديش بارتي فاكيد هنلبس كده. ديش ايه؟ ديش بارتي؟ يعني حفله تنكريه؟ امال ديش بارتي يعني ايه؟ ديش بارتي يعني كل واحد بيجيب اكله معايا. ديش يعني حفله وبارتي يعني تنكريه. انت ورطتنا كده على فكره. اسالها بس يا لهبل. طب اسالها يا ابني. اخرس يا ابني الطم على وشي قدام الناس بقى. ازيك يا كريم؟ انا مخضوضه بصراحه قوي يعني ما تخيلتش ان انتوا هتتخرجوا وتبقوا ظباط. لا مش اي ظباط، انا لسه شايفهم ماسكين اتنين حراميه قدامي عاشر رجاله. يعني ايه موضوع ظباط ده؟ احنا لازم نصحح المفاهيم. لا ظباط. عن اذنكم ثانيه. حبيبي يا هيثم وانت عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا حبيبي كله تمام. الحمد لله. وانت اخبار خطيبتك ايه بتاعت زمان؟ لا ما خلاص. احسن يا عم، ده خطيبتك دي كل الجامعه يعني عدت عليها. انا اقصد خلاص اتجوزتها. انا وليد رايح فين؟ لا 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 ما تسيبنيش وليد. وليد لا 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 انا سامع ان لينا بتعيط. بتعيطي ليه؟ لا ولا حاجه، موضوع شخصي مش حاجة. يا بنتي ولا حاجة قولي له، ده وليد أخوكي يعني. موضوع شخصي عليا أنا، ده أنا وليد يعني أخوكي بالظبط. ولا حاجة، هو الموضوع بس إن أنا اتطلقت من سنتين بجد. الوحدة بقت صعبة قوي، بقيت خايفة أختار غلط أو أضعف مع راجل غريب. وغريب ليه؟ أمال أخوكي بيعمل إيه؟ اضحكي بقى كده. خلاص أنا هسيبكم وأروح أصلح الميك اب بتاعي. مفيش أجمل من أيام المدرسة. عارف يا وليد بصراحة أنا كنت زمان بتجنبك شوية عشان كنت حاسه ان انت واد صايع كده وفاشل وعارف الناس اللي بيقعدوا 10 سنين في الجامعه من غير ما يتخرجوا. وبعدين لما شفت صورك على الفيسبوك يعني حسيت ان انت لسه فاشل. طب ما هو فاشل فعلا يا ابني. ناجح؟ ناجح. ناجح وفعلا ناجح. على فكره انا مش زعلان منك خالص، لان في السن ده الشباب بيبقوا مراهقين شويه، انما دلوقتي معاكي النقيب وليد جمال. اهلا اهلا بيك. اهلا بيك. ايديكي بشوات مصر منورين المكان والله. حبيبي ده هديه وكمبليمو من المكان. الف يعني. شكرا. انا بحب طعم الكمبليمو جدا. اتفضل يا فندم. اتفضلي. ميرسي. استاذن حضراتكم بس يعني لو تدوني كارت لحسن وانا راجع بالليل الكمين بيعفقني والله. والله واحنا هنديك ان شاء الله الكارت بتاعنا. قول لهم حماده لو في حاجه. قول لهم حماده. سلام على التواضع يا فندم. قول لهم حماده. نسيب بس الكارت بتاعي. اسمعني على البوكس بس. على فكره اكلاني جاي. كلاني؟ ايوه. لا بتهزري يا ابن اللعيبه. اكلاني جاي. الواد ده وحشني جدا. ما شفتوش من ايام المدرسه. ازاي؟ انا تخيلت ان انتوا اكيد شفتوا بعض. ما هو معايا والمباحث المعادي. ايه ده؟ كلاني طالع معاهم مباحث المعادي. انا اسف جدا جدا والله. انت حر، انت تعمل اللي انت عايزه. طب انا اقدر اشوفك ازاي؟ بتخرجي تروحي فين؟ رقمك؟ هبعت لك نمرتي على الفيسبوك. وانا كل يوم من 6 ل 9 في مسرح العرايس. بتعملي ايه في مسرح العرايس؟ اما تيجي بقى تبقى تشوف بنفسك. عامه يعني انا سعيد جدا ان انا شفتك. وانا كمان. ورجعنا اتكلمنا تاني واحنا لازم نمشي على الاحسن. كلامي يقفشنا. لا يعني نمشي عشان ما نعطلكيش بقى ونسيبك لاصحابك. يلا مع السلامه. باي باي. باي باي. سلام. باي باي. يلا بقى. بقول لك ايه يا سياده الرائد؟ انا قسما بالله ما قالع البدله دي تاني طول حياتي. انت مجنون يا ابني؟ عبيط. دي جريمه، انتحال شخصيه. ولا واكل معايا الهري ده كله. انت يا ابني ما شفتش نظره الاحترام في عيون الناس لينا اول ما دخلنا؟ ولا انت خلاص حبيت التهزيق يا حكم يا مهزق؟ وليد انا مش مهزق يا وليد، انت فاهم؟ وبكره لما الحقيقه تنجلي والحقوق ترجع لاصحابها هتشوف الغزال وهو راشق في ارض النجيله وبيرمح زي الرهوان. ما تشككش في نزاهتي يا وليد. لا يا ابني يا غبي، الموضوع مش فيك انت، الناس اصلا بتشكك في نزاهه حكم البلاي ستيشن. هيصدقوك انت يا معفن. اطلع
عطلت. هنعمل ايه بقى في الموقف الزفت اللي حطيتنا فيه عربيتك؟ ده انا شاددها ومخرجها من الفرن عروسه لولا سواقتك المتهوره وتعاملك الزباله معاها. اتفضل انزل زق. اتفضل ازوق ازاي بواجهتي دي؟ بواجهتك وهتزق. انزل. حاضر حاضر. في القرف شباب بعد اذنكم ممكن زقه. ارمي 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 ارمي. شايف الاهتمام يا حيوان؟ شهاده لله انا عمري ما حد احترمني بالشكل ده. ارمي يا راجل ارمي. نجوى يا نجوى تعالي شوفي لي بدلتين الضابط بتوع الاستاذ كمال ابو ريا راحوا فين؟ دوري لي عليهم فين؟ سمعت لي انا سمعته. انا بالخميس. سمعت لي الخميس ايه وزبت ايه؟ سمعت لي انا سمعته. لا ايه؟ البدل دي بتاع كمال ابو ريا. ما هو انا سمي وموت الغباوه. هو انت ضايع يا ابني للدرجه دي؟ ايه؟ كمال ابو ريا ممثل مش ضابط. ضابط؟ ده لبس المسرحيه اللي هنقدمها. لكن قولي لي ايه اللبس الحلو اللي انت لابساه ده؟ اتفضل يا باشا. ميرسي. ايه ده اعلى يا ابني. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. يجنن. انا لازم اجي اتفرج على المسرحيه. ده انا واخد دور البطوله. طب قولي كده بتقول ايه؟ بقول افتح يا سمسم. اصلا اقعد اقعد بقول افتح يا سمسم كمل وبعدين بس هي كده خلصت. ما شاء الله 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 حسوك ليه. انت يا واد يا اللي بتضحك يا اوفر. عايز ايه؟ كنت بدور على واحده زي القمر كده اسمها ريم. عايز تقول لها ايه؟ عايز اقول لها اني بموت فيها من واحنا صغيرين وما قدرتش انساها. ما سمعتش. عايز تقول لها حاجه تانية؟ كنت عايز اديها ده بقى قبل ما امشي. ايه اللي انت كنت هتعمله ده؟ وايه الرياكشن ده؟ ده انت كده زعلانه ولا مبسوطه؟ انا زعلانه قوي. طبعا واضح واضح قوي. شفت الحركه دي؟ حركه ايه؟ فتحت لك الباب وكده. واو جنت الجامد انا. اتفضلي اتفضلي كمان. اتفضلي. بقول لك ايه؟ انا اسف جدا جدا. لا لا مفيش حاجه. انا اسف يا ريم. انا اسف. حاجه حصلت لك؟ لا لا خالص. انت براحتك. انا اسف معلش. معلش التوتر بقى وكده. بس يا سيدي فخلصت الجامعه وجيت اشتغلت هنا على طول بصمم العرايس وبحركها. طبعا الشغلانه فلوسها ملاليم بس على قلبي زي العسل. عملت اللي انا طول عمري نفسي اعمله. يعني زيك اكيد انت برضو اشتغلت كتير قوي عشان تقدر انك تلبس البدله دي. انا كمان برضو اشتغلت كتير عشان البس البدله اللي على قدي. لا شوفي هو يعني شويه مش زي ما انت فاهمه قوي. يعني انا الحقيقه كان نفسي اشتغل حاجه تانية خالص. تعرف بقى بلدنا بقى الواسطه والمحسوبيه خلوني معرفش انجح في الحاجه اللي بحبها لغايه ما فضلت زي ما انت شايفه كده لسه شاب فاشل زي ما انا. فاشل؟ فاشل ازاي يعني؟ ده انت ظابط. انا ظابط. لا لا انا ما فهمتنيش برضو. لا بصي انا قصدي ان انا فشلت ان انا اشتغل شغلانه اطمن بيها قلب امي. انت عارفه يا ريم كل يوم وانا نازل رايح الشغل امي بتودعني ودموع تحس ان هي يعني خلاص اخر مره هتشوفني. شغلانتنا صعبه قوي 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 يا ريم. يعني حاجه بقول لك ايه لو سمحت. الحمام فين؟ معلش انا اسف هو في عطله بسيطه ونص ساعه وتصلح. نص ساعه ويتصلح. طب والنبي شوف لي اي ازازه فاضيه. افندم ازازه اشرب. المايه مهمه جدا للانسان. كنا بنقول ايه بقى؟ ما توريني كده اخر مهمه انت عملتها. مش انتوا بتنزلوا الحاجات دي على اليوتيوب؟ ايه يوتيوب؟ لا اصل احنا بصي المهام اللي انا بقوم بيها تحديدا انا يعني بيختاروني الكفاءات الفظيعه هي بتبقى سريه. واو. حاولي دايما توطي صوتك وانت بتتكلمي في الحاجات دي. طب ممكن المره الجايه تاخدني معاك؟ اصل نفسي اشوف حاجه زي كده لايف. هم بصي اصل هم دايما يكلمونا قبل العمليه بساعه ما نلحقش بقى نبلغ صحابنا ونعزم الناس وكده. يا خساره.
بس انا لو كنت شفتك بتضرب نار كنت حبيتك موت. بكره انا بكره عندي ضرب نار، تيجي معانا تتفرج علينا؟ اه هيبقى يوم ممتع جدا قوي. انت كان لازم تتسحب من لسانك وتقول لها ان احنا بنعرف نضرب نار. لا يا اخويا، كنت جايبها معايا اللي كنت حامل جايه تشوفه لايف. طب وليد قول لي والنبي انت هتثبتها ازاي؟ انت ابن اللذين عليك حركات مع البنات. امال ايه يا ابني؟ طلع ورقه وقلم ودون اللي هقولك عليه. ها. اي بنت في الدنيا يا ابني بتبقى عطشانه لحاجتين، ايه هما؟ ايه؟ الرومانسيه وخفه الدم. وحط تحت خفه الدم دي 30 خط. خفه الدم؟ قابل. يا ابن اللذينة. ازيك يا ريم؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ تمام كويسة الحمد لله. معلش اتأخرت عليك شوية، كنت بقبض على عصابة كبيرة جدا بتحاول تسرق البنك المركزي. الله الله فعلا. ايه الاوفر ده؟ يا ابني ازيك يا حماد؟ لا مش معنى ان انت واخدة على ابن اختي انك تاخدي عليا، اسمها خالو حمادة. سيريسلي؟ طب ما انت بتعرفي تنطقيها اهو، لازم ازعق؟ على فكرة ينفع تلزقيه على قفاه عادي جدا. انا افتكرت ان هو هيز يور كازن. كازن الساهر. ايه ده ما ضحكتش؟ مع انها تضحك جدا. عالي قوي كازن الساهر. اموت. يلا لا بصي بقى انت هتزهلي بس دلوقتي. انا مبسوطة قوي ان احنا هنا. اه واحنا جدا والله. انتوا مش هتلبسوا فيست ولا ايه؟ فيست؟ اه فيست. ايه؟ في فيست لازم نلبسه؟ على فكرة البت دي بتحبك. فيست يعني كلسوم، هي خايفة عليك تستهوى من البرد. وفي حاجة؟ لا خالص. بعدين فيستات ايه اللي بتتكلم عليها؟ فيستات دول يلبسوهم العيال الصغيرة الهواة زي دول كده. زي العيال السيس دول. دول. ازيك حبيبي؟ ها يلا؟ لا انا عايزك يلا 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 بطل. ابوس كعوب رجليك قول لي اعمل ايه دلوقتي. اللي بتكلمه ده اكس داخليه. ماشي يعني ورقه وقلم يا حبيبي واكتب بقى وراي. قول يا زفت انجز. في حاجه يا حماده؟ ايه في حاجه؟ شكلك متوتره. لا اوعى انا عايزك. اوعى مفيش ما يدعو خالص. اه قاعده التنشين بتقول سن نمله الزبانه. زبانه؟ ما اول مره اسمعها دي. ما هو يا دبانه يا ذبابه. المهم سن النمله اسفل منتصف الهدف. فين الهدف بقى؟ اهو اهو. اضرب انت عشان لو انا ضربته ما كانتش هيبقى منظري زباله جدا. ايوه ايوه بس اسمع هعمل نفسي انا اللي هضرب فانت قولي لا انا كده فاهمني. يلا 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 هضرب انا. اه يلا اضرب انت يلا يا حيوان. اه 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 انا اللي هضرب. خلاص ها زي ما انت عايز. اوعي. لا ها الله يس برافو يس. ما جاتش؟ اه اه احنا قاصدين على فكره. احنا قاصدين. قولي لي ليه؟ ليه؟ مش عارف. هقول لك انا ليه؟ عشان الفشل اللي هو عمله ده انا هحوله لك حالا لنجاح. طب وريني يلا. لا بصي بقى انا هخليكي انت اللي هتحولي الفشل ده لنجاح. تعالي بقى هاتي ايدك. يلا. انت مبسوطه صح؟ قوي. متشوقه جدا. يلا. قدرة؟ لا. اوعي اوعي. تعالي بقى كده هاتي صباعك كده وايدك كده. بقى تحت كده عشان اديكي نعمة يا معلم. لا بقول لك كده بصي كويس هنا. ايوه ركزي بقى. الله ملتش. مش مشكلة المهم الصحبة الحلوة اللي احنا فيها دي بتتكرر. اه طبعا. لا طبعا. لا صح. وبعدين عايز اقول لك حاجة. ألف به أمان. نخلص تمارين لازم نأمن الطبانجة. ازاي؟ ازاي؟ نأمن الطبانجة ايه ده؟ ده كلام فارغ، ده كلام هواة. المحترفين ما بيأمنوش طبانجات. خلي بالك على نفسك وزي ما اتفقنا. حاضر. انا حسبت انا بس معيش حاجه. دفعت 200 وما خدتش الباقي. حركه حلوه طبعا. باي باي. ايه يا ابني وقفت فتاة الليل دي يا ابني؟ هنعمل ايه في العربيه الزفت دي؟ مش عارف. موسيقى. بقول لك ايه؟ احنا نسيبها هنا ونمشي. صح كده؟ يلا. ايه
سمعت انا سمعت الكلاب دي لو جت هنا هتشل واحنا يا عم كلاب ايه يا عم انت بقى ايه كلب طلع الراجل اللي سايبينه في العربيه ده يا نهار اسود عيني تلاقي اهله وعياله مستنيينه دلوقتي بعدين لو احنا ساعدناه اكيد لما يصحى هيبلغ علينا مش عارف نعمل ايه في الموقف الزفت ده انا جات لي فكره ايه احنا ناخد الراجل ده معانا على البيت نجيب له دكتور وعشاء ومشروب التلات حاجات ماشي الراجل ده لما نعمل كده هيستجدعنا وهنصعب عليه فمش هيبلغ علينا لما يصحى يعمل فينا ايه؟ بص صحى وكتاب اللي اول ما يخش الاوضه موته موته وش ماشي وليد قعده في السفره نظيف طفره ايه ونضيف ايه؟ احنا جايبين له تعشى يا ابني يلا يلا وطي صوتك هو مين هيحطك في الاوضه دي؟ عارف عارف اجمد امال يا بطل ولا ولا لا حلو ولا وليد ولا استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا ما نصحت فهموني بقى يطلع ايه ده طيب بالرحمة من غير نرفزة هقول لك على كل حاجة بأصلة انا غصب عني من غير ما اخد بالي خبطته بالعربية يا لهوي يا لهوي انت يا لهوي انت ربنا من البوليس امي هتسلمك بوليس يا فيها بوليس كمان يا دي الموسيقى السودا يا وليه خلي اسكتي طيب صوتك بقى لما انت ما بتعرفش تسوق بتتنيل تسوق ليه يا جحش يا بجب يا جحش يا حمار خلاص اسكتي بقى ايه الراجل اللي هيقوم زي الفل حرام عليكم اتعميتوا حرام عليكم القطعية دي خلصت من ايام الحج من ايام الحج هتصيع يا ماما ده ابويا كان قد كده اصلا شحت ليه يعني ايه هربوا ده اسمه كلام فارغ احنا ايه بنهرج ما تقلقش يا فندم هنلاقيهم ان شاء الله وعموما احنا لقينا الميكروباص اللي كان هربانين فيه احنا مش ساكتين والله يا فندم يعني ايه مش ساكتين من النهارده مفيش مروح لبيوتكم مفيش اصلا نوم لا انت ولا رجالتك انا شخصيا مش هنام الا لما اجيب المجرم ده هو وكل اللي بيتعاونوا معاه يلا هم يا جمال يلا لا كلها كلها والله تعدمني تعدمني برافو يلا القطر بيخش فين في المحطه حتى 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 لسه زعلان مني يلا معايا الدواء لما تبلع لما تبلع يلا وجايب لك بقى الخيار ده كله هو خيار بس مش للاكل ده هنقطعه طرنشات ونحطه على عينينا عشان الهالات السوداء الغدا يا نجات مين نجات؟ أختي أوكي حمرت لك الفراخ وعملت لك شوية شوربة إنما إيه هترم عظمك عظمك غالي علينا قوي وتشكري أنسة نجات أنسة؟ ده عينيك اللي حلوة سمعتوا؟ لا لسه نجات امك بتتشقط. ما انا بقول انا وانت هنطلع نريح بره شويه ونسيبهم لوحدهم. بقول لكم ايه يا ولاد؟ انا قاعده بره بتفرج على التلفزيون. لو احتجت لو احتجتوا حاجه نادي عليا. قول لي يا نوجا. يا نوجا؟ لطيفه قوي نوجا. انت اخو نوجا؟ اه انا اخو نوجا. وانت ابن نوجا؟ بعد اللي قالته ده ما اعرفهاش خالص. كان في ولدين منتحلين صفة ضباط واعتقد كان معاهم بنت الولدين دول نجحوا ان هم يفصلوا كل كاميرات المراقبة عن المنطقة ما قلتلناش اسمك ايه دياجو دياجو ميسي سائح ارجنتيني ايه ده تقريب ميسي يعتبر قريبنا لان هو واخد بنت اختي واخد مين بنت اخته بنت انت هتقرع علينا يا عم ولا ايه انت بتتكلم مصري احسن مننا اصلا انت بتتكلم عشان انا اصلا فتره كبيره كنت بشتغل في السفاره الارجنتينيه وكنت عايش هنا في مصر وبتعامل مع مصريين كتير فعشان كده بتكلم مصري كويس طالما طلعت قريب ميسي السيلفي اللذيذ بقى لا لو سمحت لو سمحت انا ما بحبش التصوير مفيش حاجه ما سمحت ما بحبش اتفضلوا بقى نهارك ابيض
علي النعمة هي ورحمة أمي هي. حمادة وليد حمادة تعالوا عايزاكم. للأسف الشديد هذا المواطن يصور إيه؟ اخس اخس ماركوس زي ما بالنسبة للإريالين اللي ركبتهم لنا جوه عند الراجل كل دول العالم حتى اللحظة دي هم الوحيد. أهلا أهلا أستاذ كمال أبو رايق. أيوه مع حضرتك. أي حد يقدر يتعرف على صاحب الصورة دي أرجوكم بلغوا الشرطة. الله 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 هي الحكومة مكبرة الموضوع قوي كده ليه؟ أيوه صح مكبرينها فوتوشوب. أنا مش كبيرة قوي كده عندي. القناص الخطير كبيرة؟ ماركوس خوزيه جونزاليس إنه يهرب وهرب بمعاونة بعض أعوانه اللي خدوه في ميكروباص وهربوا بيه. وأنا بناشد من هنا كل الناس إنهم يساعدونا وإحنا راصدين ميزانية بمكافأة كبيرة قوي 1,000,000 جنيه للي حيرشدنا بأي معلومة توصلنا ليه. داخلين على جن. ايه يا ابني في ايه؟ تهبل يا ابني انت خايف ليه انا معاك؟ تعال. طبعا هتلاقي جايب ناس بيقتلهم جوه. تعال خش خش انت الاول خش انت الاول تعال تعال يا عم اعمل حاجه بجسمك ده بقى. خش بقى. الزبالة اللي احنا فيها. انت علاقتك بيه احسن لان هو دلوقتي بيحب امك يعني اثنين ام والدك. بابا استاذ ماركوس وطي صوتك ليكون نام. هرب يعني القناص الاسباني اللي العالم كله بيدور عليه ده اللي انا مرمطت بكرامته الارض. اه يا اخويا واللي انت لبسته عم شكشك هنا. وليد احنا لازم ندور عليه علشان استسمحه ابوس جزمته. ما تقلقش يا حبيبي هو كده كده هيدور علينا انا وانت بس اللي عارفين شكله. والبوليس بيدور علينا دلوقتي عشان حضرتك بقيت صاحب اشهر توته في مصر. احنا لازم نهرب. ونجات فاكر طنط بقيه اخت تمادر قرايبنا اللي في اسيوط؟ مالها تعيش انت طنط بقيه اخت تمادر بدك تهبل يا ابني هتجنني. ايه ده الفيلم اللي هنعمله على امي عشان تقتنع وتسافر عشان ما ينفعش تقعد هنا. يا عم خضتني. هولا سبارتيستي استابا كوندوس كنوك نوثيا نو لس كونوتس لامنتابلمنت ميك نوثير بور كي نو لس ماتاست يا لوري كواندو تيرمينيمس لا ميسيون. مش كنتوا جيتوا معايا يا اولاد؟ لا لا احنا ما بنستحملش لحظه زي دي ابدا. طب خلوا بالكم من نفسكم. انت ما توصلي طمنينا على المرحومه بقى. ايوه ريم بقول لك ايه واحنا ينفع نيجي معاك السفر ده؟ الفريق تعال يا عم تعال اتفرجي هفرجك احلى حريق في الدنيا خدي شوف كده وانت يا عزة الله تعال اتفرجي تعال تعال بقول لك ايه بدأ بقاله قد ايه؟ احلى حرير عندي الديل من صنف جميل عندي ستان ورد البستان. كان في هديه بس كنت عايز اديها لك فاكرها؟ اكيد هتقبلها بقى المره دي صح؟ حاسب يلا يلا ده بقى اللي انا باخده اول ما بقلع البدله. انتهى التهذيب.
اتفرج بقى هعمل لك ايه؟ انا قلبي حافظت عليه، اوصف لك ايه؟ مش لاقي كلام يتقال. هحب حب عمر قلب حد ما حس بيه، هتحكي الناس عليه، هيقولوا شوفوا حبوا بعض قد ايه. هحب حب عمر قلب حد ما حس بيه، هتحكي الناس عليه، هيقولوا شوفوا حبوا بعض قد ايه. ومبدئيا انا مش فاهم انتوا ازاي هتلعبوا كره بجلاليب، مفيش شورت وفانيلا يوحدوا ربنا. يلا اتقبل ما يرضي الله، يلا حواليا بقى. لا مش بعيد بقى، ما تشقونيش بقى، ما تشقونيش. اتمنى نجوم السما تسجل، هي الفرصه دي تتفاد. حبيتك الدنيا معاك من اول يوم، هسهر لك بدل بتسرقني يا حماده؟ والله العظيم ابدا. ما لو ايدك هنا ومش بتسرقني ده انا ازعل اكتر. ارجوك اكدب وقول انك كنت بتسرقني. ايوه طبعا كنت بسرقك، امال هكون بعمل ايه؟ انا كنت جعان ومعيش فلوس وعايز اجيب زر بطاطا. زر بطاطا؟ اهو ظهر الحق قبل ما تبص لي البصه دي. انت كداب يا ده، انا بعناية دول شايف جيبك ده مليان فلوس قد كده يا ابني. والله العظيم ثلاثه ما معايا فلوس. اهو يا سيدي ادي جيبي اللي مليان فلوس اهو، مفيش غير المفتاح ده. ايه المفتاح ده؟ مفتاح ايه يا هبل؟ دي فلاشه. سبحانك يا رب، ربنا عارف ان احنا قاعدين زهقانين فبعت لنا فلاش عليها فيلم اكيد هيبقى حلو. هات اللابتوب. اسمع اسمع، هات بس اللابتوب، عايزك في موضوع مهم. طب هات اللابتوب واسمعك. انا خدت قرار مهم جدا. خير؟ انا هتجوز ريم. ويا ترى بقى هتتجوزها على ان انت الضابط ولا الواد بتاع المكعبات؟ اكيد هقول لها كل حاجه، هقول لها الحقيقه ما تخافش، وعارف ان هي هتسامحني وهتعديها عشان هي كمان تحبني. انا اعترف لها بكل حاجه الصبح اول ما نروح كلنا ان شاء الله. وليد، الفلاشه دي بتاعت واحد شغال في السجل المدني بتاع الدوله الاجنبيه. بص الصور والبيانات. ايه بقى اللغه دي؟ ايه ده، مش دي الدكتوره ليلى العربي اللي اتقتلت؟ ايوه. ودي الجلابيه اللي كان لابسها ماركوس عندنا في البيت؟ ايوه. ده ليه اي دلاله؟ نهار ازرق ونايل، مين الراجل ده؟ اكيد ماركوس هيبقى عايز الفلاشه دي باي شكل، واكيد هيجي لنا البيت. امي نجات، نهار اسود. ايوه نجات. هو البوت كمان فيه هزار؟ اسمعيني بس دلوقتي، انت فين؟ انا لسه واصله البيت حالا. البيت؟ طب اقول لك غير هدومك بسرعة، احنا لازم نمشي. Pero qué pasa? ¿Estás buscando algo?
مي ابيرو. ¿Ese llavero es tan importante? Ese llavero tiene un flash de memoria. ¿Qué tiene tu latata? ¿Qué significa eso? Su locación y su fumación. ¡Está magnón, ya, ابني! ازاي توافق تروح مشوار زي ده؟ يا وليد هي اللي قالت لي ما اقولكش علشان انت اكيد مش هتوافق. ما طبعا مش هوافق، كده يا ابني ممكن يمسكوها هي. انت فاكرك يعني هيصدقوها بسهوله كده؟ لا ما تقلقش. ان شاء الله الظباط هيصدقوها ويعرفوا ان هي مالهاش ذنب. اقلق انت بس على المشوار اللي احنا رايحينه. بقول لك يا حماده، هي خربانه خربانه. خليها بقى المره دي تخرب بشرف. متاكد ان هو ده البيت؟ مفروض. محدش بيفتح. لو يكون اتقتل لازم نكسر الباب ده فورا. لازم. واحد اثنين ثلاثة. قلق. هات لي تلجة بسرعة. تلجة تلجة. رباط صليبي ولا ايه؟ رباط صليبي؟ انت كويس يا دكتور؟ انا كويس. انتوا كويسين؟ بركة انك كويس. احنا عايزين نتكلم معاك دقيقتين. طيب اتفضلوا. اتفضلوا. اهلا وسهلا. تعالى بس يا دكتور، يعني احنا مش جايين نضايف. دكتور صلاح، مصر الفترة دي بتمر بظروف صعبة جدا. ولادها الناجحين اللي زي حضرتك مستهدفين بشكل قوي جدا. في مجرم دولي جربوع، حقير، تافه، فسل، واطي، أقل من إن احنا نتكلم عليه. وأنا أقسم بشرفي أنا لو شفته أفعصه تحت رجلي بالجزمة. تحت جزمتي بالجزمة. هذا المتواضع بيهدد حياة حضرتك، وإحنا موجودين هنا علشان ننقذ حياة حضرتك. هو مجنون ولا ايه؟ ايه يا دكتور انفعالات وشك دي؟ انت هتتشل ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه الصهد ده؟ فاتوا التكييف؟ منورين. غصب عني والله. عم شكشك. برافو عليكم والله ان انتوا جيتوا بسرعه. انا عارف انتوا وصلتوا هنا ازاي. بالمعلومات اللي على الفلاشة، بس المشكلة بقى اللي انتوا مش عارفينها ان كل الفلاشة موجودة هنا. انا مش صعبان عليا في الموقف ده كله غير الراجل الطيب ده، هيموت لوحده، لكن وانتوا موجودين انتوا كده تونسوا بعض في الاخرة. محدش هيلمس شعر من دكتور صلاح، ولو فكرت تتهور القوات اللي تحت دي مش هتسيبك. ده على اساس انتوا ظباط يا حمادة؟ ده قلت له؟ انا مش فاهم انا مطول معاكم في الكلام ليه؟ ده انا بتكلم مع ثلاثة ميتين اصلا. لو كان في حد هيموت النهاردة هيبقى انت. جت فين؟ نفس المكان. محسودة. طيب يا عم حمل على الفردة الثانية. ما بتدورش. يا دي النيلة. يا دي النيلة. تعال معايا تعال معايا. طب الميدالية دي هتسعفنا امتى؟ لو سمحت، مصر دلوقتي بتمر بأزمة رهيبة، احنا محتاجين العربية دي فورا. لا هو مش هينفع حضرتك خالص. ألف شكر. ألف شكر. ايه ده يا أستاذ؟ حضرتك مرتبطة. يا جماعة الحقوني. الجروح اللي في المناطق دي بتلتئم بعد قد ايه؟ حماده قسما بالله اعمل لك جرح تاني جنبها ومش هتلتئم عمرها. باباس باباس. ايه يا حماده ده؟ حماده ما تبوس ده احسن. مش عارف اقعد. وليد احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ ما نسلم نفسنا. بوليس 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 بوليس. بص قدام، بص انت قدام، وانا اخد بوشه عشان ما نتعرفش. وليد بتعمل ايه في المواقف اللي زي دي؟ البوليس بيبقى عايزهم احياء. عيب يا عبيط، وانا مش عارف اضرب فين. you
كنت فاكر مش هجيبك يا احمد يا زاهر. تعالى احمد. ايه ولا في ايه؟ خش يا بتتضايق اجري. ما تزعقش. خالد اوعى حماده. مش عايز اموت في المول. اوعى حماده. مش عايز اموت في المول. سيبني اهبل. اوعى هيجري. انا مش عايز اموت في المول. اقسم بالله ما هسيبه يا ابني. اوعى يا ابني. وليد قوم يا بطل. قوم يا بطل. درجة البرونزاج اللي انا عايزها. اصلا انا جايب اللبس كله بصي احمرات وليه الالوان الدافية كلها اللي هي درجات الورم دي عشان الصيف وكده. لا حضرتك ده هيعمل مفعول مع حضرتك هيخلي حضرتك مسمر شوية. خلاص يبقى لا تمام هاخد دي. طيب بالنسبة بقى للكريم ده. ده يمشي تشقات كعوب تسلخات. يمشي التسلخات. اه ينفع. يمشي المناطق الداكنة. اه المناطق الداكنة. يمشي برضو المناطق. خلاص يبقى هاخد برضو ده. و السلام على حضرتك. الله يسلمك. واخد طلقه عادي بقى. طب نطلب حضرتك اسعاف. لا لسه هنكمل اصلنا فخليها بقى. اه يمكن اخد طلقه فيها تاني ولا حاجه. لا اعملها مره واحده في الاخر واخلص يعني. ودي مفيده بقى. اه حضرتك دي مفيده. جربها يا يعني. دي لو انا في صحراء وعطشت يبقى دي على طول. لا دي حضرتك مش في الشرب. لا مش في الشرب. ماشي اخدها برضو. لو ندهت تلاقيني قدامها. لو امرت بس بقى احلامها. ايه يا ابني؟ وهو برضه. الف شكر يا فندم. ايه ايه نجات خد ايه جنان حقي؟ يا فندم ما تصحش انت تسلميني. نجات خدت الشيك ومشيت. ده لما لقيت 10 جنيه في جيب الجاكيت عينيها دمعت من الفرحه. وليد انت ما تردش عليا ليه؟ بس حماده اسكت اسكت. انا مش شايف دلوقتي غير حاجه واحده بس. ايه؟ رأفت الهجان وهو بيجري قدام عينيا كده.
بيجري ازاي؟ كده رايح جاي. ممكن بقى تفضلوا معايا؟ انا اتوقع يعني هما يسلمونا شقق واراضي ومصايف العاب مائيه وكده عملوا كام رفض مصايف صح اتفضلوا. دوركم الوطني اللي قمتوا بيه البلد عمرها ما هتنساه، انما لبس البدله وانتحال الشخصيه للاسف هيبقى ليها عقوبه ولازم تتم. اخبار رأفت معاك ايه؟ تمام؟ هتقول لي مش هقلع البدله مش هقلع البدله؟ البس. طب وانت كنت فاكر ايه؟ انا كان قصدي البدله الزرقاء. مبروك. مع اول سقفه سمعتها بعد نجاح مشروع المكعبات بتاعي حسيت قد ايه فرق كبير قوي لما تنجح والناس تحترمك بالبدله اللي على مقاسك. ورغم ان حماد عاقل وقرر انه يشتغل في الحاجه اللي هو بيحبها برضه، بس تقريبا من احس معاه شويه شويتين بصراحه. ريم وليد الحمد لله انك جيتي. فاكر اول يوم لما جيت لي المسرح هنا؟ طبعا فاكر. تقريبا كان في حاجه انت عايز تدهيني. كانت بوسه. الكلام ده بجد ولا العروسه؟ انا نسيت الحوار على فكره، مش عارف انت قصدك ايه. ده العروسه طبعا. تتجوزيني؟
عمرو عمرو هات النضاره من جنبك. نضاره السكرات ما طفتش. بقول لكم يا عيال عايزين نتكلم في موضوع مهم قوي. ايه ده؟ ايه؟ ايه؟ احنا يا ابني مش قلنا نلبس جوانتي؟ ما هو ده جوانتي. جوانتي يا زئر، جوانتي يا حبيبي بصوابع عشان البصمات، جوانتي. ايوه ماله ده؟ هو ايه اللي ما جوانتي يا ابني، جوانتي عشان السرقه. ايوه ماله ماله ده؟ هو ايه ماله ماله ده؟ جوانتي يا متخلف. بهدوك يا جوانتي. انا اسف. الله انت مش قلت لي جوانتي؟ خلاص ما تجعرش. قلت لك جوانتي. خلاص ما تجعرش، انا اسف. خلاص يا رب تحبس لوحدك. صالح اتكلم في الموضوع اللي كنت عايز تتكلم فيه ده. غبي. بص يا رجاله، ما ينفعش تخش جوه ننده بعض باسامينا. امال هننده بعض باسامي مين؟ اسامي مستعاره. ما احنا دخلنا جوه قلت لك يا عمرو وانت قلت لي يا صالح. هنتفضح وهنتعرف. صح. طب انا جات لي فكره. ايه؟ تعالوا نلخبط اسامينا وننده بعض بيها جوه. يعني مثلا انا اقول لك يا زئرو وانت تقول لي يا صالح، ونقول لزئرو عمرو. انت حمار يا ابني. ايه بجد انت حمار ما بتفكرش؟ طب ما هي نفس اسامي هتتقال جوه. انت متخلف يا ابني. ايوه 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 صح. سوري سوري صح. يا جدعان فكروا ما تدرسوش داهيه. ابوس ايديكوا. خلاص طب ايه هنعمل؟ ايه مش هنعمل حاجه، نقول لبعض اي اسامي مستعار. يعني انا مثلا مدولي جوه اقول لي يا كريم، ها من ده نقول لك ايه انت؟ ايه انا قولوا لي قولوا لي يا فادي. فادي وحش. مش وحش، اسم تقيل. طب ماشي فادي. طب خلاص خلينا يزن. لا ما احنا مش بنلاقي اسم الطفل رضيع. اخلص هنقول لك سامح. ماشي بس يزن حلو قوي. هو سامح واخلص. ايه النقاش ده؟ يعني بنتكلم في ايه دلوقتي احنا؟ ماشي ها نقول لك انت ايه؟ ما تفكك يا نجمه من الهيافه دي واكبر للناس ونفوق للشغلانه بتاعتنا اللي داخلين نعملها دي. هيافه؟ ماشي انا بقى هحضرك باسمك الحقيقي. صالح ما تهركش، الموضوع ده ما فيهش هزار. انا بتحظ مرقص قدامك هقول لك اسمك الحقيقي. صالح. صالح صحيح والنبي ايه اسمه الحقيقي؟ هو انت ما تعرفوش؟ لا والنبي قول قول قول. صالح تقول لي ايه؟ قول لي فين؟ صالح. سناء. قلت له وبس. زئر ورايح زئر وجاي شبح. سناء. خلاص بقى ما كنتش تعرف. فخلاص بقى انا ما تزيدش. يا خلاص خلاص يا عم قول لي يا مجد. ورا صالح امك. عجبتك قوي؟ حلو عليك اهوت وتعود. طب امك انت بقى يا عم. يا متخلف. امك هناك اهي. النهار اسود. طب ايه اللي جابها هنا؟ معرفش. اكيد عرفت انها اترفدت توجيه عشان تتاكد. طب والعامل؟ معرفش. بص احنا نستنى شويه تعرف الخبر تتصدم تروح. احنا نخش بعد ما تروح بقى. يا ابني الكلب. يا فندم. يا اخي مش انت منك لله يا صالح. طب هو الاستاذ نزيه موجود؟ يا فندم بس اموري انا النائب بتاعه هنا وقائم باعماله. اي خدمه اقدر اقدمها لك؟ وانا كنت عايزه منك خدمه كنت قلت لك. ما انا عارف انا عايزه الاستاذ نزيه. مدام رشا مش ممكن. عرفتك من البرفيوم بتاعك. ايه النور ده؟ زي حضرتك يا مستر نزيه. بخير طول ما انت بخير. هو انتوا قفلتوا ولا ايه؟ ولو قفلنا نفتح تاني عشان خاطر حضرتك. اسامي. ايوه مستر نزيه. ازيك يا مدام رشا؟ الحمد لله. شوف مدام رشا عاوزه ايه. انا هروح الحمام ثواني وارجع على طول. استاذ نزيه المهندسين بداوا الشغل في السيستم وعايزين نفضي البنك. يعني السيستم دلوقتي واقع. مدام رشا هنستأذنك بس لمدة ساعة تقعديها معانا لحد السيستم لما يرجع. ده من حسن حظي يا مستر نزيه. شوف مدام رشا تشرب ايه. نعم. شوف مدام رشا تشرب ايه.
طيب مدام رشا استريحي على ما اشوف لك حد من البوفيه تشربي ايه. عاوزه نسكافيه بلاك من غير سكر بليز. بلاك. انت عم اسمك ايه انت؟ تعالى تحت امرك يا سامي بيه. سيب باب الاي تي ام مفتوح واقفل باب البنك الداخلي، مش عاوز حد يخش، فاهم؟ حاضر، بس اذنك ادخل المكنه جوه عشان ما تتسرقش. مكنه ايه؟ الموتوسيكل بتاعي. شوف هتعمل ايه وتصرف. يلا يلا بسرعه يلا. حاضر يا سامي بيه. الكاميرات طفت. طب يلا بقى حاجه. الحاجه شكلها مش خارجه من البنك دلوقتي. طب وبعدين يا صالح؟ صالح ما بداوا يشتغلوا في السيستم، يعني قدامهم ساعه بالكتير، يا يعني نخش دلوقتي يا اما نلغي العمليه. لا، عمليه ايه تتلغي؟ اقول لكم هنتكل على الله ونخش. عموما كده كده مش هتعرفنا، مش احنا لابسين مسكات. انت حاطط شنطه ومسكات فين؟ ورا في شنطه العربيه. حلو، يبقى يلا بينا يا رجاله. ولا ايه ده؟ مش حلوين؟ السلام عليكم. Easy my mind. صالح بس صالح صالح ايه يا اخي؟ اوعى. عايز ايه؟ بقول لكم ايه، مش عاوز حد يفتح بقه، كله يقعد مكانه. استني انت حاجه، استني حاجه، كله يسلم نفسه. اقعدي اقعدي اتفضلي. انت عايز مننا ايه؟ انا مش عايز اموت، مش عايز اموت، مش عايز اموت. انت ماسك في الدنيا كده ليه؟ انت حد كلامك؟ مكانك هنا. بقول لكم ايه؟ اليوم هنمشي بيه الفن لو سمعت الكلام، ومحدش فيكم فكر يضايقني، عشان اللي هيضايقني هزعله. سامح يا سامح يا سامح، انت يا عم الضفدع انت. ايه؟ خد لي موبايلات الناس. اسجلهم في ورقه ولا سايبهم على الموبايل؟ فوق معايا، بلاش غباوه. تعالى خد الشنطه القماش من الشنطه الكبيره، خدها وتلمي لي عدد الناس الموبايلات. معلش انا متوتر جدا، متوتر جدا. معلش معلش. ها مجدي مجدي، تثبتي بقى يا بنتي، يخرب بيت حلاوتك. اخ ده اللي ربى بتاع مربى. انت يا زفت يا نجم. ده مؤاخذه يا نجم، اصل لابس بتاع ملابس. ابوس ايدك، ركز معايا، ما تودناش في داهيه. حاضر يا نجم. فين مدير البنك؟ ايه يا صالح، مكتب استاذ نزيه فوق يا ابني، انت نسيت. مش غباوه. بس استاذ نزيه دخل الحمام. بس انا نائب المدير، لو عاوز اي حاجه انا بحل محله، اتفضل امر، انا موجود. انت حد وجه لك كلام؟ حد وجه لك كلام؟ انا هحط اشوف فين مدير البنك. بقول لك ايه، ما تيجي نمشي. نمشي ايه يا ابني؟ انا جايبك كاين وشوف تفهم. ما اصل تقولك ركز معايا، الله يبارك لك. ها خليك هنا وانشف. الناس دي لو حست ان احنا هفقات هياكلونا. ماشي هياكلونا. ركز وانشف، خد نفس وزعق فيهم. انشف. حاضر هنظم نفسي. نظم نفسك يلا. هنظم نفسي. بالظبط. طيب بصوا بقى علشان نبقى واضحين. ماشي. لا ما تخافيش ما تخافيش ابدا، ما يغروكيش ماسك السمكه ده تحتيه قرش. اقف عندك يا ماما. انت مين وعاوز ايه؟ ابوس ايدك ما تقتلنيش في الكبانيه. حاضر هستناك لما تخلص، بس هات الموبايل. اديني فرصه اخلص لما محصول الفراوله. بقولك هات الموبايل، انت بتهزر؟ خلص بسرعه.
وشي متصفر يا اصبر ده مش عارف اصبر اقف هنا اقف عندك هنا في يا رجاله الراجل بتاع العم بيضرب علينا نار من الجهه دي نفسيه بقى مش بوري له الجهه طب بقول لك ايه روح انت امن الرهين في الاوضه دي وتعالى بسرعه يلا بجد خد دي يلا يا اخويا يلا رهاين عمرو امن لي ظهر انت ها عمرو ايه يا ابني مالك تخبط كده ليه انا صالح يا انا صالح يا مالك انا مش سامع حاجه خالص مش سامع حاجه بسبب الحيوان صاحبك جيت اتحمى فيه بيضرب نار جنب ودني لحد ما اتطرش انا اتطرشت يا صالح ايش عملت ايه في الواد ده عيل طارق خدي انا اقول لك انا هغطي ظهرك وانت تهجم عليه جاهز مش فايا اثبت مكانك اثبت مكانك ايه ده شفت بيعمل ازاي هنعمل ايه في الراجل العنكبوت ده هنصطاده ازاي مش عارف هقول لك تعالى معانا نطلع وانت خليك انت هنا ايه انت خليك هنا انت انا مش سامع حاجه خالص يا صالح كريم اسمي كريم ايه كريم هقول لك انت خليك هنا انا وزقرو هنطلع نجيب عم مجداف ونجيلك ماشي يلا ماشي تخبى في اني جحر ابن الكلب خش جوه يا ام خش جوه يا ماما احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي ايه اللي وصلنا لكده احمي ظهري ايه هنعمل ايه خش انت من هنا وانت هتعمل ايه انا هستنى هنا نعم اخويا انا هخش من ناحيه ثانيه يلا ماشي ده عشان ملاقيش مخرج يخرج منه طب ما تخليه هو جوه واحنا بره من غير اكل ولا شرب يموت موتة ربنا هو فار ثم ايه الراجل قد جدنا مش هيقدر عليه ولا ايه معلم زقرو قد جدنا مين يا يابا ده المعلم رشدان ده فاتحك في المكتب على فكره كنت قاصد بس انا قلت باين معايا يعني عشان راجل كبير يلا يلا واحمي ظهرك يلا ولا زيرو الحالي اسمع ده يا صالح راسه عندي ايه هو قدام الحمى يا ابن العبيطه هفتلك لو ضربت بالنار مش هتلحق يا ابن الكلب يعني عارف انك هتموتني دواء عندي لا مؤاخذه يا صاحبي كتم بقى شوفوا بقى بقول لكم اللي هيفكر يعمل حاجه او يتحرك من مكانه
او يقل عقله ويبلغ البوليس. انا هعمل فيه زي ما عملت في الراجل ده. اللي انتوا بتعملوه ده غلط، دي مغامره ممكن توديكوا في 60 داهيه. خاف على نفسك يا اخويا. اقعد بس يا استاذ سامي، الكلام مظبوط. اللي هيفتح بقه من غير ما اذله او يعمل حاجه تضايقني او يعصبني هزعله وهزقه. يا استاذ جاموسه انا ما قلتش حاجه. الله، طب واحنا هنفضل قاعدين متكومين كده لحد امتى؟ اسكت انت يا وليا. هلا لا مؤاخذه يا نجم. اي يا ماما اموري. بقول يعني هنفضل قاعدين كده لحد امتى؟ والله يا ماما الموضوع ان شاء الله يعدي على خير كمان ربع ساعه كده ولا حاجه، بس انتوا تعاونوا معانا. تشربي حاجه يا ماما؟ حبه قصب والسكر يالي عليكي تاني. حاضر يا ماما. طيب يا ابني. ابنك لو سمحت. انا عندي مشكله. اموري. اصلا انا عيانه وباخد دواء وميعاده قرب قوي. هو الدواء مش معاكي؟ لا، اصله حقنه ولازم حد يدهاني. في العضل؟ أنا كنت شغال في صحة باب الشعرية. اشتري مني، أنا طبيب جراح. لا لا بس خلاص بس. لا خلاص. أنا قلت مفيش أدوية يعني مفيش حقن. لا بس أنت ما قلتش. أيوة ما قلتش. أنا بقول أهو. خلاص مفيش حقن يعني مفيش حقن. يلا. يلا. بتعمل إيه ده أنا؟ والله. يلا يا ابني. يلا. يلا. عمرو. ايه اخبار عمرو؟ صالح قال لي صوتك انا مش سامع حاجه خالص. شش طب اتفضل وطي صوتك، وطي صوتك. ايه؟ وطي صوتك. هو انا صوتي عالي قوي؟ اصل انا سامع نفسي بالعافيه. سامع نفسي بالعافيه. خلاص اهدى يا عمور يا حبيبي، كلها شويه وننزل الخزنه ناخد الفلوس ونتكل على الله. اتكل على الله ايه؟ انا من ساعه ما بدانا الموضوع ده وانا الوحيد اللي بيحصل لي كل حاجه غلط. فلوسي راحت، عربية أبويا راحت، اتطرشت. اصبعي اصبعي يا صالح. معلش يا حبيبي اهدى يا عمورة، اهدى يا حبيبي خلاص معلش. أنا على فكرة حاسس إن أنا هموت هنا. أنا هموت هنا. لا يا حبيبي. أنا هموت هنا. بعد الشر عليك يا حبيبي. ما تيجي نمشي. والنبي نمشي. يعني إيه نمشي يا عمرو؟ إحنا جايين رحلة يا حبيبي. خلاص كلها شوية وهنتكل على الله ونمشي. خلاص خلاص اهدى. كله بسبب الحيوان ده. قايل لك من الاول هيودينا في 60 داهيه. ايه بتقولي؟ علي صوتك. انا اتطرشت نهائي. لا لا انا اتطرشت الاول، كنت بسمع تشاش دلوقتي مش بسمع تماما. يا سيدي لا، ده بيشتغلك ما بيتكلمش اصلا. لا 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 من غير ضرب، من غير. يا جدعان ما قالش يا جدعان ما قالش. انا احنا فين يا عم؟ يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم بتعملوا ايه؟ انتوا مين؟ احنا كنا جايين نسرق البنك. مين حضراتكم؟ بصرة. ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلعت ليه؟ زملاء يا ابني خلاص بقول لك حرامية. مالكش دعوة بيا. اثبت شهادة انت وهو. اللي هيتحرك من مكانه هفجر نافوخه. ليه؟ ليه يا حبيبي؟ هو عزا؟ يا ابني اقول لك خلاص، ما انت خايف من ايه؟ ما انت لابس الجوانتي. ارمي السلاح اللي جنبك ده ياه. ليه يا شبخ؟ ما الحاج قال لك ان احنا زملاء. زملاء؟ ده انتوا هيطلع عين اللي جابوكوا. يخص. بتسرق مكان اكل عيشك؟ دي شغلانه لمت يا جدعان. فين القيم؟ فين المبادئ؟ غلطه.
غلطه والبني ادم غلط. طب تصدق تؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا لو عارف انتوا جايين تسرقوا والله والله ما كنت جيت جنب البنك. صادق يا حبيبي. ما خلاص يا انت هتشحت. في حد هنا في البنك غير اللي في مكتب المدير فوق؟ لا 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 يا باشا، لا كل اللي في البنك فوق في اوضه المدير. خدهم يلا واطلعوا على الناس اللي فوق. لا 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 والنبي هبص ايدك. الناس اللي فوق عارفانا، ولو عرفنا كنت جاي اسرق البنك هيتخرب بيتنا. ما انت عايز نعمل ايه يعني؟ اسيبك عشان تروح تبلغ عنا؟ اروح ابلغ اقول ايه طيب؟ كنت جاي اسرق بنك وناس جت سرقته مكاني؟ لا طبعا. طب اقول لك على حاجه، سيبونا هنا على حاطط ايديكم كده. وانتوا وشوفوا اكل عيشكم واتكلوا على الله واحنا هنمشي وراكم. بقول لك ايه؟ خلص الكلام. هتطلعوا فوق يعني؟ هتطلعوا فوق. خلاص. سيبوه. سيبوه ازاي يعني؟ شباب لسه في مقتبل العمر. اديهم فرصة تانية. تشانس. احنا جايين نربي اجيال. تعال عايزك ثواني. ده انا؟ تعال عايزك. صالح هم بيقولوا ايه؟ هيموتونا صح؟ هيموتونا. ايه ده حبيبي شكلها كده؟ اسكت اسكت. نعم يا سيدي. ايه؟ هنسيبهم مطلوقين في البنك كده؟ يا ابني دي ناس طالعه على اكل عيشها. سيبهم يقلبوا رزقهم في شبابيك الصرافه واحنا كفايه علينا الخزنه. اكل عيشها ايه؟ هم فرشين بخضار جنبينا. بقول لك ايه؟ احنا اتفقنا. دخول البنك والسيطره عليه بتاعي. ما تخلينيش اندم اني جبتك معايا. أنا رأي أني عارف أن مفيش غيرك هيفتح الخزنة، ما كنتش جبتك معايا الشوكة. ولا أنت هتكبر عليا ولا إيه؟ يوسف تكبر على أبوك؟ يوسف مين اللي علمك السرقة؟ أنت. اسمع حضرتك. حضرتك اقصى عليك يا زمن. ولو جه اليوم اللي عيل صغير يجي يعلم شوكة إيه الصح وإيه الغلط. أنا آسف يا شوكة. آسف إيه؟ يا بابا. مش سامع. يا بابا. يا ريت صوتي على شوية. آسف يا بابا. بس برضو مفيش بس. خلص الكلام. هي كلمة أنا قلتها. هتسيبهم يقلبوا رزقهم حتى يا أخي عشان ربنا يبارك لنا احنا كمان. جايين كده كده جايين. خلاص ما تقلقوش، أنا أقنعت لكم ابني منير. ما شاء الله. هو ابن حضرتك؟ أيوة ابني جاي على اربع صبيان. ما شاء الله. بس عصبي قوي. على اخر عنقود بقى. عصبي لمين بقى؟ امه كانت مجنونه، مره دخلت لقيتها ماشيه على ايديها. ما خلاص كفايه لك تبقى عضله. اسمع عاد انت وهو. انا همشيها المره دي عشان خاطر الحاج. انتوا مالكوش غير في شبابيك الصرافه. اي حد هيروح هنا ولا هيروح هنا هعمل معاه الغلط. لا 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 يا نجم. الكلام ده لا مؤاخذه لا ياكل ولا يشرب معانا. انا سايبك انت والحاج عمالين تتشاورم وانا ما فتحتش بقي. اسمع مني بقى نهيه الكلام ومحبسه. اوعى تفتكر ان احنا عيال خبقات. لا ده احنا من هنا ورايح. وبعدين احنا دخلنا المكان ده قبلكم واحنا عشان عيال رجاله واولاد اصول. الفلوس بتاعه البنك ده هتتوزع علينا 50-50 يعني نسبه 70-30. واي كلمه زياده مش هتخلص مش ياكل. خلصانة بالشياكة؟ هي خلصانة يا فندم. طيب انت هتاخد الرجالة معاك وتسبقني على الخزنة وانا هطلع أأمن الرهاين اللي فوق معايا اكسر. يلا يا رجالة. مش قلتلكم عصبي؟ مساء الخير. والله ما حد يتحرك في مكانه. يا جماعة انا غريب؟ في حد منكم معاه موبايلات؟ لا ما هم خدوا مننا كل الموبايلات تحت في الريسبشن. طيب انتوا مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم حاول يتحرك؟ ما دي برضو نبهولنا عليها جامد. قالوا يتحرك من مكانه هنزعله هنزعله قوي. برضو مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم فكر يبلغ البوليس. ما دي برضو قالونا عليها. بس دي بقى نبهوا عليها بالاخص يعني. طب ايه انا كده ماليش دور استاذنك انا؟ لو سمحت. أيوة. أنا عندي مشكلة تاني. أصلا أنا عيانة وباخد دواء ولو ما خدتوش أنا ممكن أروح فيها. يا نهار أبيض.
خف ايدك يا صالح. شفت ادي اخر فتحت صدرك يا شبع. لعلمك بقى انا لولا الفردتين اللي واخدهم على الصبح والله العظيم ما كنت اعرف احط رجل على الارض. اشرح لنا بقى فؤاد البرشام، لولا الفردتين انت واخدهم دول ما كانش دورك اتسحبت من لسانك. طب انا اتسحبت من لساني واتجعرنت؟ انت بقى طلعت خلاصه ومش خلاصه وسلاح من غير رصاصه. طبعا انا مش فاهم ولا كلمه من اللي الحيوان ده قالهم دلوقتي. وانت سمعنا اصلا؟ طيب احنا بقى نتصرف في الحوسه. وطي صوتك، وطي صوتك. احنا نتصرف في الحوسه اللي احنا فيها دي ازاي؟ علشان الناس دي شكلها خطر جدا. انا رايي ان احنا نمشي حالا وكفايه جدا اللي حصل. نمشي نمشي فين يا اخوان انت وهو؟ يلا يلا على شريك الصرافه نقلب عيشنا، احنا ما تخلي الزير. يلا ماشي ماشي. قلت له بكل خزنه وليها ميتها، في خزنه تحتاج غباوه، وفي خزنه تحتاج حنيه، وفي خزنه تحتاج رواقه. فاهم قصدي؟ حريص ودبي بتعمل هتفضحنا مين دي؟ دي مدام رشا عميله هنا في البنك. رشا انا كلمتك على مين من شويه؟ لا 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 لا, لا. ابني منير. اتفضحنا. لا يا شباب لا لا. شايفه الشبه اللي بيني وبين الولد؟ ايه مفيش شبه؟ طب شايفها رشا الشنب اللي بيني وبين الولد؟ ومدام رشا بتعمل ايه هنا؟ الحقيقه مدام رشا تعبانه جدا وعندها ميعاد حقنه دلوقتي، وانت عرفت انا بضرب حقن كويس قوي. احنا نبعت نجيب غدا الاول ولب وزداني ويبقى عيش وملح وحقن، ايه رايك؟ انا رايي نخلص من المصلحه دهيت ونلب نفسي ده كلنا ونروح مطعم على عندي حته دي مطعم على النيل. بتحب المراكب في النيل؟ حرام عليك يا اخي هتفضحنا، هتودينا في داهيه يا شوكه. ولد شوكة ده في البيت اسف، انما هنا في البنك واحنا بنسرق ايه؟ بابا السامع. بابا وهو عيونه تشبع نوم روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. معلش استاذنك تقفلي السبرتاي عشان البصمات بس. حاضر. يا سلام انا بعشق النجاة الصغيره. انت تعرفي ان النجاة الصغيره تبقى اخت سعاد الصغيره، اخت سعاد حسني؟ اه طبعا عارفه. بجد؟ اه طبعا. طب تعرفي ان سمر يسري تبقى اخت سامح يسري؟ اللي هي سمر والرجال تبقى اخت سامح والرجال. استغفر الله العظيم يا رب. جايين نسرق حصاله عيل صغير. ده اكبر ورع فيهم بعشرين. بلاش برطمه. اخلص معاك كام؟ 3334. ايه وانت معاك كام؟ معاك كام؟ حاضر هعدهم. انت بتعمل ايه؟ بعمل ابراج. 58732. حلو، معاها 62066 جنيه. الحمد لله على قد كده، وان كان على فلوس العربيه والسلاح في 60 داهيه انا مسامح فيهم، بس يلا نمشي. انا مش همشي. عندك حل تاني؟ ان شاء الله حتى ننزل نثبت الناس اللي تحت دي وناخد الفلوس اللي في الخزنه كلها. هتثبتهم ازاي؟ بضفر صباعك؟ انا اتخذت على اخوان على فكره. صالح شوف لك حل في الواد ده علشان انا اتخنقت منه وزهقت. صالح انت ايه اتطردت انت كمان؟ اصل في حل واحد لو لفق هيظبطنا كلنا. طب ما تقول يا ابني عليه. الاي تي ام هو ده الشغل يا نجم. احنا نخطفهم ونطلب فديه من السفاره. هم ايه دول؟ الاي تي ام هم مش خواجات ولا ايه؟ 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 اي تي ام ايه؟ مش حالا ما كنت شغال في بنك هتفتحها ازاي؟ زي ما كنا هنفتح الخزنة نفجرها. Yeah.
استنى بسرعه. ايه ده؟ ما تخافيش يا حلو، ده الاولاد بيتدربوا. شت. يا نهار اسود، قنبله فرقت وبكره زي ما هي. امال يعني هتنتهي نهايه سعيده وننجح مثلا؟ ما انا قايل لك من الاول مش هتتفتح. نجم نجم، عايز ايه؟ المكنه دي تخصني بقى. يا ابوك يا ابو بقى. وانا ايه صوت الفرقعه دي؟ نخي احنا مالناش دعوه، ها؟ ولا كده عملنا حاجه؟ اقفل الباب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتوا اللي عملتوا كده؟ ايه عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ وانا ايه صوت الفرقعه دي؟ ايه ده؟ انتوا كمان سمعتوا صوت الفرقعه؟ برضه؟ اصل احنا وحضرتك كنا واقفين بننفذ تعليماتكم بالحرف وبنعد الفلوس زي ما قلتوا لنا، فجأة سمعنا صوت فرقعه كده مش عارف وزوز بيقع، تقريبا في حد نسي حاجه في الفرن. احنا شاملين ريحه غاز من ساعة ما دخلنا. بالظبط، ممكن يكون انفجار في مسار الام. بروح امك انت وهو، لو ما قلتوش اللي حصل هضربكم بالنار انتوا التلاتة. انتوا احنا اللي عملناها يا شبح، احنا اللي فجرنا القنبله، كفرنا يا احلي اللي موت ولا اكتر. شنو لا اله الا الله. ادخل يا ابني انت اهو. يلا بالراحه يا عم الشبح. اسمع صوت حد فيكو هاجي اخلص عليكو. يا ابني انت تقف على الباب، اللي يفتح بقه اضربه بالنار في بقه. حاضر يا ريس. اوعى تفتكر انك مهم عشان دخلت الجيب. لا يا بعينك، كانت فين الشقاوه دي واحنا تحت؟ صالح انت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ انت مش مرفوض بقالك اسبوع يا بيه؟ لا لا، مرفوض ايه يا ماما؟ انا مش مرفوض ولا حاجه. انا كنت معدي جنب البنك لقيته مفتوح، قلت اخش شوف عاملين ايه. صح يا زيرو؟ زيرو مين يا نجم؟ احنا مش قلنا مجدي؟ انت هتكدب عيني عينك والناس واقفه؟ انت كنت جاي تسرق البنك يا صالح؟ ساكت ليه؟ ما ترد عليا، ابني حرامي. لا يا ماما، حرامي ايه؟ انا اقول لك، انا كنت جاي عشان كنت جاي عايز. ايه بس وزفت ايه؟ طول عمرك بقول عليك وفشله من ايام الجامعه، حتى وانتوا حراميه طلعتوا حراميه فشله. انا كنت جاي اسرق البنك، انا كنت جاي استلف فلوس اشغلها واعمل بيها مشاريع قرض يعني، وفي الاخر كنت هصدل عليا البنك. ولو عايزين تتكلموا مع حد اتكلموا معايا انا، زيرو ملوش دعوه وعمري مش محتاج اصلا. وانت محتاج يا صالح؟ يا ماما محتاج. تقوم تسرق عشان انت عايز كل حاجه تجيلك على الجاهز، لا بتشتغل ولا ملتزم، عشان كده بقالك سنتين ما تثبتش في البنك. لا انا ما تثبتش في البنك عشان سامي بيه مستقصدني وهيودي في دماغه. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه صالح، انت طول عمرك بتعمل مشاكل يا ابني. انت لو كنت ركزت في شغلك زي ما ركزت في المصالح اللي انت بتعملها كان زمانك قدرت تعمل حاجة، لكن للأسف انت دورت على الحاجة السهلة، عشان كده كنت عاوز تسرق البنك. أما انت بقى يا سي عمرو فخيبت أملي فيك. أنا عارف ظروفك كويس وعارف أبوك بيعاملك إزاي، لكن ما كنتش هتخيل إنك تلغي شخصيتك وتبقى تابع لصالح. حضرتك بتكلمني انا؟ انا شايفك باصص لي. ايوه بكلمك انت. معلش بس حضرتك ممكن تعلي صوتك شويه عشان انا مش سامع حاجه خالص. معلش علي صوتك علشان انا اتطرش. انا اتطرش يا ممكن نسيب. اوعى. عاجبك منظرك ده يا صالح والفضايح اللي احنا فيها؟ بس العيب مش عليك، العيب على يا حاجه. الله يا حاجه، الله يا حاجه. ايوه يا حاجه، يا صالح يا صالح، انا ساكن عشان خاطرك انت يا وليا. يا وليا انت مش شايف يا عم؟ يا وليا يا صالح، يا صالح. بابا بابا الحق بقى. اللي قول لي ايه اللي بيحصل فوق؟ سيبك من اللي بيحصل فوق، اللي بيحصل تحت.
مش قلنا بلاش الكلام ده في مكان اكل العيش بيعقرب الدنيا؟ طب مش احنا كمان قلنا لو يبقى في باب مقفول نخبط؟ يا بابا يا بابا انجز افتح الخزنه، البوليس زمان وجاي. يا نهار اسود، البوليس جه كده هيعدمونا صح؟ يعدمونا ايه يا عم؟ هي ديتها 15 سنة وسنة السجن بتسعة اشهر، هيفوتوا هوا. هو انا هقول لابويا ايه دلوقتي؟ انت مش هتقول لابوك اي حاجة، ريهام سعيد اللي هتقول لابوك كل حاجة في برنامجها لما نتحبس وتستضيفنا. نهار اسود يا نهار اسود، انت كل ده لسه ما خلصتش؟ انا شغال يا ابني، هو ما توترناش. قدامك قد ايه يعني؟ بحسب التسهيل ومزاجي. تسهيل ايه؟ البوليس فوق. الله، القلب معاك. ثانية بثانية. ايه اللي انت حببته ده؟ افتح لي ام الخزنة دي حالا. لا الجهاز ده، ده الجهاز بتاعهم كان بايظ، كنت بصلحه لهم، بشغل وقتي مش اكتر. ايه؟ ايزي ماما بوب ايب بوب ايب مام بيب بوب ايب بازم بوب ايب موريري بوب ايب بازم بوب ايب. نهار اسود. تلات دقايق والفلوس دي تبقى في العربية. كتير ثلاث دقايق. مين الكبير بتاعكوا هنا؟ أنا الكبير والمدير المسؤول هنا. طب يلا تعالى معايا. ما تاخده سامي، هو نائب المدير. ما تكترش، يلا تعالى معايا. وانت كمان يلا تعالي معايا. الله، طب وانا مالي اجي معاكوا ليه؟ اذا كنت انا ام الحرام زميلكم. نزل ايدك ومحطش حاجه من هنا غير على جثتي. ما تسخنش قوي كده يا عم العمور، عشان انت جثتك ما تفرقش معايا في حاجه. وما تقلقش قوي كده، اول ما نخرج من هنا ونبقى في بر الامان هسيبهم. فكني كده بقى انت واصحابك وعل، وما تعملش فيها ذكر، عشان الكلام مش هيبقى على جثتك انت بس، لا هبقى على جثه الحاجه كمان. يلا قدامي، يلا يلا. اثبت. قدامي. كله يثبت مكانه، محدش يتحرك. كله يثبت مكانه، محدش هيقرب لك دلوقتي، بس اخرج وسلم سلاحك احسن ما تحصل خساير. اسمعني كويس يا باشا، انت والناس اللي معاك اثبتوا، محدش يتحرك من مكانه، والا اقسم بالله كل خمس دقايق هرملكم واحد من فوق السطح من العشرين واحد اللي انا محتجزه. حاجه كمان، حد حاول يخش البنك من هنا ولا من هنا، انا ملغم البنك كله بقنابل زي اللي فرقعت من شويه. اقسم بالله افرتك البنك باللي فيه. عمليات عمليات. ابدا الاشاره. ايوه يا فندم. مش هينفع نقطعهم دلوقتي، تاكدنا من وجود 20 رهينه بالداخل. يا ريت تبعتوا لنا خبراء مفرقعات. ما تهدى بقى يا عم صالح. يعني ياخدوهم من وسطنا كده واحنا قاعدين نتفرج؟ طب واحنا في ايدنا ايه نعمله؟ معرفش، انا مش هسيبهم يتاذوا بسببي. بقول لكم يا جماعه، العصابه دي شكلها خطر بجد، يعني لازم نسمع كلامهم عشان ما نخشش في مشاكل اكثر من كده. انا قلت لك تعالوا. Thank you.
بتعملوا ايه؟ لا احنا ما بنعملش حاجه. احنا كنا بنلعب اكس او. اكس او ايه؟ والله سيبوا الشنط عندكم، وانت يا ابني انت وهو اطلع امنوا لي الباب. يلا يلا يا رايق. والنجم معايا دوت. ايه دول؟ طيب دول هيجوا معانا واحنا خارجين عشان البوليس. يلا هنتحرك دلوقتي. حلل ايوه ماشي. يلا بينا يا روش. يلا يا حبيبي. وروش عاط يلا تروح فين؟ هتيجي معانا. تيجي معانا فين؟ احنا رايحين لقناطر. حلو ده. روش هتيجي معانا لقناطر؟ بقول لك ايه يا عم الحاج، انا على اخري، محدش هيجي معانا. على اخرك، على نصك، على ربعك، ولا حتى على تمنك. اوعى. مش هخرج غير وهي رجلها على رجلي. خلص الكلام. ماشي. انت يا ابني انت وهو. يلا خدوا الشنط وسبقوني على بره. يلا اسرع. انت يا ابني يا ابني يا ابني واقف جنبها بتعمل ايه؟ يلا خد الشنطه واطلع على بره. ايوه كده، بلاقي اللي اتأدب. اخلص يلا. حامد عينك عليهم. بقول لك ايه يا اكسب؟ اكسب اكسب. انت اكسم؟ تأكد؟ ايه لا ماسك؟ ايه لا الماسك؟ كمان شوية؟ صالح يا كذاب يا كذاب. ودع ماما بقى. عمليات عمليات، في تبادل اطلاق نار جوه يا فندم. انتظار اوامر سيادتك. اضربه وانت زي الشحط. استني يا ماما. صالح سيب اللي في ايدك. صالح تعالى شبيك لي. ابوس ايدك ابوس ايدك. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا رب؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ شليت بقيت اطرش ومشلول. صالح يا سيع. مش مفصل انت بتقول ايه بقى؟ انت محتاجني؟ ازرع ضعيفة. صالح.
نعم. ارمي سلاحك انت اهو، ارمي سلاحك ولا هفرتك لك دماغ. ارمي. انت كويسه يا ماما؟ انا تمام يا حبيبي. عمرو امن على الفلوس. حاضر. زهرو. لا لا زهرو الحمد لله مات. احسن. سامي خد ماما طلعها فوق عند الرهاين وامنهم. ها وانا هطلع بره للبوليس واقول لهم اني سيطرت على الموقف. يلا. حاضر حاضر. تعالي يا طنط هاتي ايدك. هو عايز مني ايه؟ اثبت يا صالح. تعمل ايه يا سامي؟ ارمي سلاحك يا صالح وسيبه. سامي؟ انت اللي بعتهم؟ ده انا مشغل معاه عصابه في البنك بقى. سيبه يا صالح بدل ما اذيها. تاذي مين؟ بقولك ايه؟ لو لمستها هقتلكم كلكم. انا خلاص عليا وعلى اعدائي، مفيش حاجه باقي عليها. ما تخافش يا صالح، سيبه وسيب الفلوس وانا هسيبها لك. وانا ايه اللي يضمن لي؟ زي ما انت ما عندكش حاجه خايف عليها، انا كان ما بقاش عندي حاجه خاف عليها. فعل كده يا صالح وسلم السلاح والفلوس ونخرج كلنا بهدوء من هنا. وهابي اند للجميع. محمد شنطة الفلوس دي بسرعة. حامد مش نوم بقى بابا كفاية نوم كده؟ براوة يا سامي بيه. ها براوة. وأنا اللي كنت فاكرك هتبيعنا. اسكتوا يا فشلة. يلا يا روش. ايه ده؟ ايه الفلوس اللي على المكتب دي؟ دي دي حضرتك الفلوس اللي كانت في شبابيك الصرافه اللي انتوا امرتونا ان احنا ناخدهم. عاملين 62,000 جنيه بالظبط. المهم لي بسرعه في شنطه. حالا. فكه برضه تنفع في الركنه. ها منير انت بتعمل ايه يا منير؟ انا لازم اموت الكلب ده قبل ما امشي من هنا. لا يا منير لا، احنا ما اتفقناش على كده. السم لا. امال ايه؟ يضربني واسيبه؟ انا ما حدش علم عليا. خلاص بقى يا منير، احنا خدنا فلوس مش عايزين منهم اي حاجه. يلا بقى نمشي. وافق بس بشرط واحد. ايه؟ اخد العيلين دول والقرد اللي فوق اتسلى بيهم. لا مش هينفع يا مدير، مش هينفع. ياخدهم معايا اخلص عليهم دلوقتي. خلاص اربطوهم. محدش يتعرض لهم، محدش يضرب نار. بقولك ايه يا باشا، انت سيب لي عربيه الاسعاف والبوكس، وخلي بالك البنك لسه فيه رهاين، اي حركه هفجر المكان باللي فيه. كله يرجع ورا، كله يرجع ورا. قدامي قدامي ورا. اشرف خليك هنا امن المبنى لحد ما يجي خبراء المفرقعات. برضه جم ورانا؟ اه بس ما تقلقش، أنا عامل حسابي.